بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 12 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب، وضيف هذا اللقاء هو سماحة العلامة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيك. هذا السائل أبو إبراهيم يقول: ما المراد بالآية الكريمة أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة؟ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله تعالى أزفت الآزفة أي قربت القيامة، قرب قيام الساعة، يذكر عباده سبحانه وتعالى بذلك ليستعدوا لها بالعمل الصالح ويدعو الله بحسن الخاتم. ليس لها من دون الله كاشفة، لا يكشف الكرب إلا الله سبحانه وتعالى، والأزمات والضائقات لا يقدر على كشفها إلا الله سبحانه وتعالى. ليس لها من دون الله كاشفة. ثم قال سبحانه: أفمن هذا الحديث، أي هو القرآن، أفمن هذا الحديث تعجبون؟ جبهم القرآن ببلاغته وأسلوبه ومضمونه، تعجبون وتضحكون ولا تبكون. هذا خلاف الأدب مع القرآن، أن اللائق بالمسلم إذا سمع القرآن أن يخشع وأن يلين قلبه، لأنه كلام رب العالمين، فيه وعد ووعيد، تخويف وتهديد. الواجب على المسلم أن يخشع قلبه وجوارحه تعظيما لكلام الله سبحانه وتعالى. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الواجب على من يسمع القرآن الخشوع وتعظيم كلام رب العالمين، اللائق به أن يبكي بدل أن يضحك، لأن ضحكه دليل على غفلته وعدم اهتمامه بما يسمع من هذا القرآن العظيم. تضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. السمود هو الغنى، بدل أن يستمعوا لهذا القرآن يستمعون للغنى ونحو ذلك. ثم قال: فاسجدوا لله، لأن السجود لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، سجود العبادة لا يكون إلا لله عز وجل. أما سجود التحية فكان مشروعا فيما مضى، ثم إن الله نسخه، فلا يجوز السجود، لا سجود العبادة ولا سجود التلاوة إلا لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: بالنسبة لتفاضل السور في القراءة، هل بينها تفاضل؟ نعم، سور القرآن بينها تفاضل. مثلا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، يا أيها الكافرون ورد أنها تعدل ربع القرآن. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي، هي أعظم آية في القرآن. القرآن يتفاضل بحسب معناه وما يدل عليه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: بأن والدي يقرأ يصلي، ولكنه يكتفي بسور الفاتحة، بسورة الفاتحة في كل الركعات، هل تجزئ الصلاة بالفاتحة فقط؟ نعم، الفاتحة هي الركن، إذا قرأ زيادة عليها من القرآن فهذا سنة، صلاته صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم. السائل أبو عمار يقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب مكة أكثر من المدينة، فلماذا كان هذه المحبة لمكة المكرمة؟ يحبها لأنها البلد الأمين وفيها بيت الله العتيق، فهي أفضل من المدينة. عند جمهور أهل العلم مكة أفضل من المدينة، لأنها فيها بيت الله وفيها الحرم الشريف حول البيت. نعم. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لترك السنن الرواتب في السفر، إذا تركها الإنسان هل عليه شيء؟ وإذا أتى بها هل يؤجر؟ السنن الرواتب
الرواتب في السفر إذا كان يقصر الصلاة إنه لا يأتي بالراتب. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لو كنت مسبحا يعني متنفلا لأتممت إلا راتبة الفجر، فإنه لا يتركها حضرا ولا سفرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها بالحضر والسفر ولا يتركها. وأما بقية الرواتب التي مع الفرائض إذا قصر الصلاة فإنه يتركها. نعم. هذا السائل يقول: حدثونا عن تفسير البغوي وكذلك ما له من الكتب، وما رأيكم بهذا التفسير؟ تفسير البغوي تفسير جيد، تفسير على مذهب أهل السنة والجماعة، والبغوي إمام جليل رحمه الله، تفسيره يأتي في مقدمة تفاسير القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة تقول بأنني أذهب لسماع المحاضرات وعليها الحيض، هل لها أن تدخل المسجد يا شيخ؟ لا، الحائض لا تجلس في المسجد، أما أنها تدخل مارة لأخذ غرض من المسجد فلا بأس بذلك المرور، وأما الجلوس فالحائض لا تجلس في المسجد. نعم. تقول في الآية الكريمة: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، هل هو في الصلاة أم في خارجها؟ في الصلاة، هذا في صلاة الليل، لأن الله جل وعلا قال لنبيه: يا أيها النبي قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا. كان صلى الله عليه وسلم يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه من طول القيام، ثم إن الله نسخ أول السورة بآخرها، قال سبحانه وتعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر منه، هذا ناسخ لأول السورة. نعم. وفيه تخفيف على الأمة، يعني في قيام الليل إنه يخفف ولا يطيل. نعم. ما الذي يترتب على من جامع في نهار رمضان وذلك جهلا منه في شبابه؟ ترتب عليه أمور: أولا يجب عليه قضاء اليوم الذي جامع فيه من أيام رمضان، ثانيا تجب عليه التوبة من ذلك والندم على ما حصل منه، ثالثا عليه الكفارة المغلظة عتق رقبة، من لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم. يقول السائل أبو إبراهيم: هل الإيمان يزيد وينقص أم هو ثابت؟ الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والسيئات، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. قال سبحانه: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم ماتوا وهم كافرون، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، إن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، دل على أن الإيمان ينقص حتى يكون بوزن حبة الخردل، أنه يكون ضعيفا. نعم. يقول: أرجو أن تشرحوا هذا الحديث: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم، حقق التوحيد المراد به تصفية التوحيد، تحقيق التوحيد تصفيته من جميع من الشرك والبدع وسائر المعاصي، هذا هو تحقيق التوحيد. فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أري أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، ثم قام ودخل منزله فخاض الناس في أولئك من هم، إلى أن خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: من هم الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. نعم. يسأل عن الشيخ صالح كتاب فتح الباري. الباري كتاب عظيم وحاون وشامل، هو أعظم شروح صحيح البخاري، وهو للإمام ابن حجر رحمه الله. نعم. يقول السائل: يا شيخ، عندما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة قال لأصحابه: اذهبوا فأنتم طلقاء. لما فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم دخلها منتصرا، اجتمع أهل مكة في المسجد الحرام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم وهم جلوس في المسجد الحرام ينتظرون
يدرون ماذا يفعل بهم بعدما آذوه وضايقوه وأخرجوه من مكة، يدرون ما يفعل بهم. فقال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم طلقاء. فعفى عنهم صلى الله عليه وسلم وأطلقهم. نعم. إذا شك المصلي شيخ صالح في عدد الركعات فما الواجب عليه؟ يبني على اليقين، إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا يجعلها ثلاثا، يبني على اليقين ويكمل صلاته ويسجد للسهو. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: حدثوني عن بيع السلم، وما حكم بيع ما لا يملكه الإنسان؟ بيع السلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، يعني يحتاج الإنسان إلى النقود وعنده زراعة أو عنده نخيل، فيأخذ النقود على أن يوفي صاحبها من الثمرة في المستقبل، فهو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلبون في الثمار السنة والسنتين، قال صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فليسلف في وجه في وزن معلوم وكيل معلوم إلى أجل معلوم. أقرهم على ذلك وأرشدهم إلى تصحيح هذا العقد أنهم بحاجة إليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بالنسبة للتوبة يا فضيلة الشيخ، يذكر بعض الناس بأنها لابد أن تكون بعد عمل مشروع أو بعد عمل صالح كيوم الجمعة أو بعد صيام أو بعد حج. أبدا، المسلم إذا أذنب فإنه يتوب إلى الله، يبادر بالتوبة ولا يؤجل إلى أن تكون بعد حج، بل يبادر بالتوبة لأنه لا يدري متى يموت، فيبادر بالتوبة إلى الله من الذنوب والمعاصي، ولا يؤخر توبته إلى أن يحج أو يعتمر أو أن يدخل الشهر الفلاني أو الوقت الفلاني. نعم. هذا السائل يقول: شخص عنده بعض البدع، هل يناصح فضيلة الشيخ؟ نعم، يجب مناصحة من عنده بدع، لمن كان عالما وعارفا بحقيقة البدع وما هي فيناصح عن ذلك، لأن البدعة مردودة على صاحبه، إن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا يجوز العمل بالبدع، وإنما الواجب العمل بالسنن الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. أخيرا يسأل الأخ أبو صالح الشيخ عن كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. نعم، هذا كتاب نفيس، وهو للإمام ابن القيم، وهو في التوبة من الذنوب والمبادرة بها، فدواء الذنوب الشافي منها هو التوبة والمبادرة بذلك، والله يتوب على من تاب. شكر الله لكم سماحة الشيخ صالح، بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. أشكر فريق العمل الذين سجلوا هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.